السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ولقاء جديد من لقاءاتنا الحية في المقرر أو القيادة الإدارية للمستوى السابع قسم إدارة الأعمال عمدت التعليم عن بعد الانتساب المطور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حياكم الله جميعا. ولقاءنا الحي الأخير الثاني عشر والأخير إن شاء الله تعالى. مثل ما حكينا سابقا، نحن لقاءنا اليوم إن شاء الله راح يكون فيه، إذا في عندكم أي سؤال و صار مشان ان شاء الله جاوبنا عليه، واذا حبيتوا ان التكليف ايضا نجاوب على التكليف لو حبيتوا. شكرا شكرا يا منال، الله يبارك فيك وانك ما راح تاخذكم. ف نعطي فرصه اللي عنده اي سؤال او استفسار يتفضل يسال اي سؤال او استفسار قبل ما ننتقل للتكليف. يبدو انه في رغبة عندكم انه نحل التكليف. نستذكر كلياتنا مع بعضنا، ركزوا معي شوي، انه نحن بدأنا في المقرر خطوة خطوة، صح؟ يعني من البداية إلى النهاية، فقرة فقرة، حتى كلمة كلمة، يعني إلى أن وصلنا إلى اللقاء المرئي آخر مرة. وصلنا عندكم الأسبوع الماضي لوين؟ وصلنا اللقاء المرئي كم، رقم كم؟ يبدو انكم ما كنتم مذاكرين. لا 29، نحن اخذنا 28، نحن اخذنا 28 ابدا. آخر مرة نحن أخذنا انتبهوا علي، انتبهوا علي، لا تستعجلوا. آخر شيء درسناه، أيوة مع بيسي فيصل، نحن آخر شيء درسناه في اللقاء السابع والعشرين اللي هو خصائص القائد المتجول، صح؟ جاوبوني بس. حكينا إنه باقي اللقاء المرئي السابع والعشرين، حكينا للقراءة، ما هيك؟ طيب اللقاء 28 29 و30 للقراءة كمان. والله شو ما حكيت في ناس بتقول لي عيد يا دكتور وايش هو الوضع؟ ثمانية وعشرين، لقاء 28 29 و30 للقراءة.
طيب تمام. طيب الآن حد عنده أي سؤال أو استفسار ثاني؟ طيب ممتاز. التكليف يا ترى تسلسل الأسئلة بيني وبينكم في التكليف هو نفسه واحد؟ هو في حدا منكم وضع التكليف في المنتدى؟ أنا كأني ما شفته في المنتدى. طيب السؤال الآن، طيب شو التكليف؟ فيكم تفتحوا التكليف الآن؟ فينا نفتح التكليف عندكم؟ على طول مباشر يعني. طيب السؤال الأول عندكم في التكليف إيش هو؟ السؤال الأول اللي ظهر عندكم، يعني أنا ظهر عندي مجموعة من الأسئلة. أول سؤال عندي أنا، تذكروا ولا تذكروا أنتوا؟ طيب التكليف عندكم مو مثل عندي، مختلف بين بعضنا، توزيع الأسئلة يختلف صح؟ طيب شلون تحبوا نجاوب؟ خلص معناته في اختلاف. طيب أنا برأيي فيكم تاخذوا كوبي منه، فيكم تاخذوا كوبي منه وتحطوه على وورد متاح. طيب اذا خلص انا راح اسال مثل ما كنا مثل ما عم تقول صالحه، انتبهوا علي. ايه خلص السؤال اصلا، شوف لكم شغله، السؤال يعني انت فينك ترجع بعد ما تخلص يعني المحاضره مسجله، وبعدين انت اصلا فينا نناقش الاسئله، فانا راح اعتبر نفسي انه انا عم بسالكم وانتم بدكم تجاوبوني. تمام الاسئله اصلا موجوده عندكم، خليكم فاتحين على التكليف عندكم. طيب اتفقنا كويس. السؤال الأول عندي، تسعى الإدارة بالأهداف والنتائج لتحقيق أهدافها ملتزمة بالقوانين واللوائح الموضوعة، صح ولا خطأ؟ بعد ما اعطينا الفرصه للكل يجاوب، الاجابه هي خطا، لانه سبق وحكينا بانه الالتزام بالقوانين واللوائح بالنسبه للافراد بحد من حريتهم صح، وبحد من قدرتهم على الابداع والتفكير حكينا هذا الكلام، ولذلك حكينا انه نحن لا يعني انه الالتزام انه ما نلتزم انه معناتها نخالف، لا نحن عم نحكي انه الالتزام بروح القوانين، موضوع هون روح القوانين، فنحن حكينا هون انه بما انه الاداره او نحن المبدا اللي شغالين عليه هو الاداره بالاهداف والنتائج، وكل فرد مسؤول عن تحقيق هذه الاهداف، بالتالي هون لازم اعطيه حريه التفكير، حريه العمل، لحتى حريه التصرف لحتى يوصل للاهداف. طيب
وصلت الفكرة؟ في الإجابة غلط يعني. طيب ماشي، ايوه احسنت يا ساره، هو هذا اللي بدنا نحكي نحن. طيب السؤال الثاني، القدره الاشرافيه والتعاون واللباقه والكياسه من سمات القائد الفعال ضمن الف السمات الشخصيه، باء السمات الاجتماعيه، جيم السمات الجسميه، دال السمات المرتبطه بالاداء. شو رأيكم يا جماعة؟ باء اللي هي ايش؟ باء يعني السمات اللي ايش؟ باء باء اللي هي السمات الاجتماعية. ممتاز احسنتوا. طبعا ليش سمات اجتماعية؟ يعني مشان كمان اللي عنده سؤال بينه وبين نفسه، ليش سمات اجتماعية؟ شوف، لأنه عم بحكي أنا أول شيء ما ذكرته اللي هي ليش القدرة الإشرافية. طيب أنت بدك تشرف على مين؟ على المرؤوسين صح؟ فبالتالي أنت يعني اجتماعية، يعني هون علاقتك مع الناس، يعني أنت عم تشتغل ضمن جماعة. أيوة. التعاون. أيوة. أحسنت يا لمياء، الله يفتح عليك. صحيح. ما هي لأن الجماعة أنت تتعاون مع طرف ثاني. هلا نحن نقول الإشراف على الآخرين، نحكي التعاون، نحكي اللباقة، اللباقة بتكون لبقة في التعامل مع الآخرين، الكياسة تكون فطن وزكي في تعاملك مع الآخرين. طيب ممتاز، أنا بتمنى الكل يشارك معنا ويجاوب معنا على الأسئلة. السؤال الثالث، يأخذ القائد بالحسبان أن عملية اتخاذ القرار ترتبط بوظيفة التنسيق من ثلاثة عناصر هي ألف السرعة والتوقيت والتوازن، باء التوازن والسرعة والتكامل، جيم التوازن والتوقيت والتكامل، دال لا شيء مما ذكر. هذا سؤال سهل يعني موجود. إذن الإجابة هي جيم، والإجابة تعني القائد يأخذ في الحسبان أثناء عملية اتخاذ القرار بأن عملية القرار ترتبط بوظيفة التنسيق من خلال التوازن والتوقيت والتكامل. إذن أنت ما كتبتها المنال، التوازن والتوقيت والتكامل. صار كتب أسئلة صح؟ يعطيك العافية، هي هي فكرت من السؤال كله. يلا السؤال الرابع، الدافعية للإنجاز والمبادئة والمثابرة من سمات القائد الفعال ضمن السمات الاجتماعية ألف باء السمات الشخصية، جيم السمات المرتبطة بالأداء، دال السمات الجسمية. شو الإجابي؟ أيوة السمات المرتبطة بالأداء. أحسنت، أعتقد سهلة هاي صح؟ مبينة عن إيش عم نحكي نحن؟ عم نحكي عن الدافعية للإنجاز، المبادئة يعني إننا تكون أنت اللي بتبدأ، أنت اللي بتبادئ، والمثابرة كلها مرتبطة بطريق بالعمل، يعني كلها مرتبطة. أيوة أحسنت يا لمياء، فعلا جواب في السؤال، يعني الإنجاز بيكون من خلال الأداء، المثابرة مرتبطة بالأداء. تمام، لحد الآن في حدا له سؤال؟ نكمل. طيب الكل ماشي معنا؟ الكل ماشي معنا؟ وين الجماعة كلهم؟ وين الشباب؟ طيب بنروح للسؤال رقم 5. سؤال 5 يقول، تهيئة ظروف العمل وتقديم النصح والخبرة والمشورة من مصادر نفوذ والقوة للقيادة الفعالة، صح ولا خطأ؟ إذن
من مصادر القوة والنفوذ عند القيادي من يعني عندهم القدرة على تهيئة ظروف العمل، تقديم النصح والخبرة والمشورة إلى آخره. هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ سارة الحربي، سارة التكليف، أنا ما عم أشوف أسئلة من عندي، هذه الأسئلة هاي أسئلة التكليف، فيني تدخلي على التكليف وتشوف التكليف موجودين في التكليف عندك، أنا ما فيني أعيد السؤال ممكن مرة مرتين وثلاثة وأربعة، لأنه عندنا 17 سؤال نحن لازم نجاوب عليهم مشان في الأخير إذا حد عنده أي سؤال أو استفسار. ممكن تدخلي على التكليف وتنزلي التكليف. وتتابعينا من التكليف. طيب تهيئة هاي معك السؤال، تهيئة ظروف العمل وتقديم النصح والخبر والمشورة. تذكروا مصادر القوة والنفوذ، حتى أنا جبت لكم إياها سؤال في أسئلة المناقشة صح؟ واعتقد ان 12 او 13 مصدر او مصادر النفوذ والقوه. ممتاز عظيم. طيب نروح للسؤال رقم 6. القائد الفعال في منظمات العصر الحالي يعتمد في قيادته على الجوانب الف العقليه، باء العاطفية، جيم على مركز الوظيفي، دال على ألف وباء، يعني على القيادة على الجوانب العقلية والجوانب العاطفية. شو رأيكم؟ ممتاز. اذا العقلية والعاطفية مثل ما جاوبت صح، اللي هي الاجابة دال، يعني الف زائد باء الجوانب العقلية والجوانب العاطفية. ممتازين جدا جدا. احسنت يا روز، ماشي هيك كتبنا السؤال مع الجواب. طيب هناك سؤال ام نتابع الى السؤال الذي يليه؟ نتابع. يلا السؤال رقم 7، كمان سؤال سهل، اعتقد انه سهل. تتصف مرحلة اختيار الحل الملائم بانها من مراحل صنع القرار، وهي المرحلة الاولى، الرابعة، الثالثة، الثانية. طيب نشوف اجاباتكم. المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ المرحلة الثالثة. طيب شو هي المرحلة الأولى؟ يلا هون كلياتنا مع بعضنا، شو هي المرحلة الأولى؟ شو بتكون المرحلة الأولى؟ يلا يا مذاكرين، المرحلة الأولى هي تشخيص المشكلة، اثنين تقييم البدائل، أيوة، ثلاثة اختيار الحل الملائم أو البديل المناسب يعني، آخر شيء الرابعة هي متابعة تنفيذ القرار أو متابعة إيش القرار، متابعة التنفيذ. ممتاز. سؤال سهل هذا صح؟ صح. الآن عدد الأسئلة صاروا 7، من أصل 7 لحد الآن حسب اجاباتكم مين جاوب على 7 صح؟ او كل واحد يجاوب لي بنسال نصر 7 قديش لحد الان جاوب؟ 5 ولا 4 ولا 7 ولا 6؟ كل واحد يكتب الرقم، يقول انا مثلا 6 او 7 بعرف انه جاوب على 6 من 7 او 5 من 7 او 7 من 7. النار 4 ولو ليش؟ ليش بس 4؟ حلو، في سبعات كثير. ممتاز.
ليش يعني مرة تكليف؟ طيب وصل لهم اليوم الأربعاء الماضي. طيب يلا بسيطة. ماشي ماشي يعطيك العافية. أحسنت يا أخي صالح. طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم 8 عندي. عرفت القيادة الإدارية على أنها تتم التعامل مع الطبيعة البشرية وذلك بناء على أساس تعريف القيادة على أنها فن التعامل مع الطبيعة البشرية. هذا الكلام على أي أساس؟ ألف القيادة كمركز لتفاعلات الجماعة، باء السلطة الممنوحة للقائد، جيم قدرة القائد على التأثير في الآخرين، دال وظيفة من وظائف القائد. شو رأيكم؟ شو الإجابة؟ إذا الإجابة هي إيش؟ القدرة على التأثير في الآخرين، وهي التي تعني فن التعامل مع الطبيعة البشرية، يعني مع الناس مشان تأثر عليهم. هي قدرة القائد على التأثير على الآخرين. ممتازين. طيب السؤال رقم 9. من أنماط القيادة الإدارية بحسب دراسات جامعة ميشيغان. ألف النمط الفوضوي والنمط الأوتوقراطي، باء النمط التسلطي النفعي والديمقراطي الاستشاري، جيم النمط الديمقراطي والنمط الأوتوقراطي. مثال ألف زائد باء. ألف زائد باء. شو هي الإجابة يا جماعة؟ والله توقعت تكون عندكم الإجابات صراحة فيها أخطاء أكثر من هيك. الحقيقة هي الإجابة رقم باء اللي هي النمط التسلطي النفعي والديمقراطي. صح النمط الديمقراطي والنمط الاستقراطي، لكن كل مره كان ديمقراطي له يعني كنا نقول النفعي والاستغلالي صح، او نقول الاستشاري صح ولا لا؟ فهمت علي كيف؟ يعني دراسه جامعه ميشيغان، لما درسنا جامعه ميشيغان حكينا في جامعه ميشيغان انه في عندي نمط ديمقراطي ايه، بس النمط الديمقراطي كان تذكر استشاري وكان بالمشاركة، والنمط التسلطي كان الاستغلالي والنفعي. فزائد أوتوقراطي على الحل على يعني لحاله بس ما بكفي. طيب شو هالإطراءات هاي؟ شو هالكلام الجميل هذا؟ يلا طيب يلا الله يسر أموركم يا رب ويفتح عليكم ويكون اختباركم واختباراتكم كلها إن شاء الله مليئة بالنجاح والتفوق مثل ما بدكم. السؤال 10. تقوم نظرية حاجات التابعين على مفهوم رئيس يحدد القيادة الفعالة، وهو شو المفهوم الرئيسي اللي بتقوم عليه نظرية حاجات التابعين؟ هل تقوم على مفهوم القادة أم المرؤوسين
أم الموقف أم السلوك؟ ايوه ايجابي المرؤوسين، احسنتم. ما يشوف مش هاي هاي ولو يا روز اصلا من اسمها، من اسمها اسمها ايش؟ نظريه حاجات التابعين. يعني كلمه تابعين او مرؤوسين، يعني السؤال فيه الجواب، السؤال فيه الجواب من اسمها. يعني هذا سؤال سهل كثير. طيب السؤال رقم 11، القائد المشارك والقائد المدرب من أنماط القيادة الإدارية بحسب، إذن القائد المشارك والقائد المدرب من أنماط القيادة الإدارية بحسب: ألف وجهة نظر الأنشطة الممارسة، باء وجهة نظر مصدر السلطة، جيم وجهة نظر مركزية السلطة، دال من وجهة نظر الدوافع. السؤال أعتقد بسيط جدا. ايوه من وجهه نظر الانشطه الممارسه، واذا بتذكروا اخذنا سته صح، القائد زائد بتذكر صاحب الرؤيه، واخذنا القائد المشارك والقائد المدرب والقائد الامر الناهي والقائد. ايوه ممتازين ممتازين. طيب السؤال اللي بعده، يتكون المناخ التنظيمي كعنصر من عناصر القيادة الفعالة من، العناصر والعوامل والعلاقات التي يتعامل مع الأفراد ذات التأثير على إمكانية تحقيق أهداف الأفراد. أنا سألكم صح ولا خطأ؟ شوف لكم شغله، لا هو خطا خطا، لانه مثل ما حكينا هو على اهداف المنظمه. تمام، يعني هذا السؤال شوي دقيق، يعني من الصعب انه يجي مثله في الاختبار، لكن اذا اجى ممكن يجي سؤال او ما بيجي. يعني فهمت علي كيف؟ السؤال موجود للمرة العشرين في التكليف. يتكون المناخ التنظيمي كعنصر من عناصر القيادة الفعالة من، العناصر والعوامل والعلاقات التي تتعامل مع الأفراد ذات التأثير على إمكانية تحقيق أهداف الأفراد. لا، تحقيق أهداف المنظمة، هذا المقصود فيه. هاي عندنا السؤال وهي كتبتني إياها. تمام، عمركم انا من الصعب. الاجابه طبعا خطا، الاجابه بدل في اخر كلمه بدل افراد المنظمين. من الصعب جدا انه يجي هيك سؤال، لكن هذا سؤال يعني فقط. ايوه التصحيح يعني هون انه اهداف بدل اهداف الافراد اهداف المنظمين. طيب السؤال رقم 13، وهذا سؤال اعتقد بسيط وسهل. جاءت أهمية القيادة الإدارية نتيجة لي: ألف عدم شمولية تصميم المنظمة وتغير بيئة المنظمة، باء القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، جيم ضرورة وجودها كعلم وفن، دال لا شيء مما سبق. كلياتكم أكيد جاوبتوا صح، اللي هي ألف، اللي هي بتعرفوا إنه القيادة الإدارية إجت نتيجة أربعة عوامل بنعرفها كلنا: عدم شمولية تصميم المنظمة، تغير ديناميكية المنظمة وبيئة المنظمة، وإيش الاختلاف في سلوكيات الأفراد أيضا. لا مو عدم شمولية، عدم شمولية لذلك كاتبين. نعم، في حد عنده أي سؤال أو استفسار على هذا السؤال؟ بسيط هذا السؤال. روح السؤال رقم 14، من السمات المميزة لعملية اتخاذ القرار أنها عملية موضوعية، ألف باء واقعية، جيم تتصف بالعمومية والشمول، دال كل ما ذكر أو كل ما سبق.
ايش رايكم يا شباب؟ شو الاجابه؟ اذا الاجابه هي جيم. ليش في ناس كثير جاوبين دال؟ ما هي السمك موجوده عندنا. يعني الفكرة بالسؤال سهل وبسيط أنا متوقعه. لو رجعت لسمات سمات القرار، هل في سمات القرار في شيء اسمه واقعي أو في شيء اسمه موضوعي؟ لو نحن كل قراراتنا موضوعية وواقعية كنا بألف خير، صح ولا لا؟ هاي من نقطة، هاي من جانب. من جانب آخر، شو المقصود بالموضوعية وبالواقعية يعني؟ ما الشيء الطبيعي إنه ما ناخذ قرار خيالي؟ هذا الشيء الطبيعي يعني. ولما نقول موضوعي إنه أي إنسان رح ياخذ قرار غير موضوعي أصلاً أو غير يعني متوقع أو كذا وكذا، رح تكون آثاره كارثية. فهذا الشيء طبيعي نحن. إنه من السمات اللي بتميز عملية اتخاذ القرار هو بحسب نحن ما درسنا فقط العمومية والشمول. ما في مشكلة الآن لو استعجلتوا الخطأ متدارك، لكن أنا بشان الاختبار لا تستعجل، اقرأ السؤال. يعني أحيانا أنت ممكن تقرأ السؤال تحس حالك الإجابة دغري جاهزة عندك، ترى ممكن السؤال اللي أنت قرأته ممكن تغيرت فيه كلمة واحدة. يعني على مهل نقرأ على مهل. إذن الإجابة هي كانت جيم. السؤال رقم 15، استنادا لنظرية القيادة الكاريزمية فإن القائد ألف متساو مع التابعين، باء يعترض بشدة على الوضع الراهن، داء جيم يعمل على من أجل تغيير الواقع، دال كل ما ذكر. شو رأيكم؟ إذا الإجابة هي دال إذا الإجابة دال كل ما ذكر وليس ألف فقط، لأن الإجابة عم بتقول أو حسب القرار كان نزيل بس القائد متساوي مع التابعين، لا يعترض على الوضع الراهن، لأنه يعني دائما يبحث عن التغيير، صح؟ لأنه القائد في الحالات غير هيك، في حالة الاستقرار احنا ما لنا بحاجة لقائد كارزمي، القائد العادي بكفي. طيب يلا السؤال رقم أو السؤال 16، من العوامل المؤثرة في عملية صنع القرار واتخاذه، ألف العوامل الإنسانية، باء العوامل التنظيمية، جيم العوامل البيئية، دال كل ما سبق. أعتقد هذا السؤال كثير سهل، والإجابة شو راح تكون؟ الإجابة راح تكون مثل ما جاوبت، دال كل ما سبق. أحسنت جميعا. طيب السؤال الأخير عندي في المستوى الثاني من مستويات القيادة الفعالية اللي هي سميناها السماح والعلاقات، يتبع الأفراد القائد لأنهم يريدون ذلك، يتبع الأفراد القائد لذاته ولما يمثله لهم، يتبع الأفراد القائد لأنه من الواجب عليهم القيام بذلك، يتبع الأفراد القائد لما حققوا إنجازات شخصية لهم. أيوة، إذن يتبع الأفراد القائد، لا يا منال مو واجب، لأنهم يريدون ذلك، بينما لو نقول من الواجب عليهم فكانت هذا المستوى الأول، صح ولا لا؟ أحسنت يا راس. إذن في المستوى الأول من الواجب عليهم، في المستوى الثاني لأنهم يريدون ذلك، في المستوى الثالث لما حققوا من إنجازات شخصية للمنظمة، في المستوى الرابع لما حققوا من إنجازات شخصية لهم، في المستوى الخامس لأنه يمثل حالة أو قدوة ولذاته، ولا ما حكينا بسبب ما يمثله من قدوة لهؤلاء المرضى.
السمر موجود في التكليف السؤال، موجود في حدا كتبه يا سمر، حدا كتب سؤال تهيئة ظروف العمل صح؟ عن سؤال تهيئة ظروف العمل. قصدك السؤال تبع انه من مصادر القوة والنفوذ تهيئة ظروف العمل وتقديم النصح والخبرة والمشورة، هل هذا السؤال صح ولا خطأ؟ حتى في ناس كتبوا اعتقد، حتى في ناس كتبوا الميّن، هو صح. طيب نحن طيب كويس، هيعطيكم انتم الاسئله، يعطيكم العافيه. طيب الان اسئله التكليف هذا صعبه ولا سهله؟ هاتوا انتم جاوبوني. اسئله التكليف بالله عليكم لو مذاكرين انتم مثلا. طب هيك اسئله الاختبار. صالحه كاتبه صعبه، وحده بس كاتبه صعبه، انمار كاتبه، انمار كاتبه متوسطه، بس انمار لسه ما ذاكرت نهائيا. والله يا صالحه اللي كاتبه صعبه، انا يعني انا بدي افهم وين الصعوبه مشان نفهم منها، عشان نستفيد. صالحة وين الصعوبة في الموضوع؟ ما بعرف، أنا أول مرة أنت تحضري معنا يمكن. طيب نحن لحد الآن يعني حكينا مع بعض أسماء العلماء المطلوبة من صالحة، لكن أنت لحد الآن شفتي نحن حتى كل الأسئلة هي ما كان فيها اسم علماء، أسماء علماء، حكينا نحن عدد العلماء الأسماء المتاحة معنا المطلوبة منا بسيطة جدا. أمور بسيطة بس أنت ذاكري، يعني إذا أنا بدي أحط نفسي في إحباط وبيكون أنا بشكل يعني أكوس على نفسي سلبيات، لا. يبدو أنه صالحة داخلة على غير مقرر. مصطلحات إنجليش وين مصطلحات؟ نحن ما عندنا مصطلحات إنجليش. لا أنت عن لخبطة أو شيء. طيب في حدا عنده أي سؤال أو استفسار يا جماعة؟ أنا حكيت إنه أسماء العلماء اللي ذكرناهم ما بيطلعوا أربعة أو خمسة أو ستة ومهمين، رح يجي منهم سؤال في الاختبار مشان تكون الأمور واضحة، بس سؤال بسيط رح يكون. وأنا أعطيتكم أسئلة كثير، أعطيتكم أسئلة لما حلينا الكويزات، حطينا أعطينا أسماء علماء. طيب اخر مره كتبتوا انت وراي اسئله كويزات وحطيتوها في المنتدى، كم سؤال وصل للعدد؟ الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. هي محطوطين هنا في الموجودين، بس يعني صار عندكم عدد كبير كثير 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 من الاسئله على فكره، صار عندكم عدد كثير كثير من الاسئله. يعني بصراحه ما بعتقد في 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 الان صرنا نتكلم عن بعد سنوات طويله انه اعطيت لحدا لدفعه مثل دفعتكم انتم مجموعه من الاسئله، ما بعرف ليش، لكن هيك سبحان الله. والله ما بعرف الشباب يعني ايا كان السبب، بس يعني اموركم بخير ان شاء الله، يعني فقط باقي انكم تذاكروا وتشدوا لي حيلكم والامور بسيطه، واكثر من هيك يعني تسهيل وتخفيف ما راح يكون فيه ولا يمكن يكون فيه. بكل الاحوال اللي عنده اي سؤال او استفسار اللي عنده اي سؤال او استفسار حتى على المنتدى يحطونه، يا انا على طول راح اكون معكم عبر المنتدى. ثلاثة وسبعين سؤال، والان هاي 17 سؤال في التكليف، صاروا كم؟ 90.
وفي عندكم شيء 10 أسئلة للمناقشة صح؟ هذول يعني حتى قرأوا إنه أنا ليش جايب هذا السؤال، ليش حتى لو كانت أسئلة مقالية بعد تعرفوا إنه راح يجيب سؤال بهاي النقطة. هاي صار 100 سؤال. إيه 100 سؤال. سمر أنا ما بعرف جواب عليك السؤال. أنا شرحت المنهج كله من البداية للنهاية وأعطيتكم كويزات شامل أو غير شامل، هذا موضوعكم أنتم. المرة الأخيرة قبل ما أترككم اللقاء 28 و29 و30 محذوفين، لسه بيرجعوا بيسألوني للقراءة. اي سؤال برجعونه بجيبكم لقاء 13، شو رايكم؟ والله انا مع لمياء، لمياء فكرتها كثير طيبه. ذاكروا وبعدين جيبوا كل الاسئله وانزلوا فيها حل. تمام؟ هل حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ طيب برجع بقولكم المرة الأخيرة إنه إذا في حدا حابب يسأل أي سؤال يكتبني على المنتدى نجاوب عليه، حدا بجاوبه من زملائه وأنا بجاوبه عليه، ما في مشكلة. تمام؟ طيب أنا بدي أشكركم وبدي أتمنى لكم التوفيق. راف اكتبي سؤالك بسرعة. ومبسوط وبنفس الوقت حزين، مسرور ان الحمد لله الله اعاننا وانهينا المقرر. واهم شيء انا شايف الرضا عليكم، وان انتم الحمد لله باذن الله ما قصرت معكم وانتم ما قصرتوا. كانت لقاءات جميله هيك وفيها يعني اخذ ورد. فرهف شو بدي عيد؟ بس تقول على سريع النظريات ما فيها لخبطة، الرجل العظيم، بعدين السمات، وبعدين نظريات السلوك شو أخذنا فيهم، أوهايو وميتشيغان والشبكة الإدارية، بعدين نظريات الموقف أخذنا نظرية بسها واستوعية المسار والهدف، وباقي النظريات فيها مطلوبة معنا. إيه والله يا منال فعلا مشيت الأيام بسرعة، لكن المهم إنه إن شاء الله تكون ايامكم كلها جميله كلها مليئه بالنجاح. بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لكم ان شاء الله تحققوا يعني كل ما تتمنون، وان شاء الله يا رب يعني الله يديم عليكم الصحه والعافيه وافرح بدرجاتكم ان شاء الله بتحقيق رغباتكم. واذا كان قصرت فيعني تقصير هذا حقيقه ليس باهمال ولكن يكون عن غير قصد يعني اكيد، وإن أصبت فهذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتفاعلكم معنا. الحمد لله مبسوط جدا بهذه الأسماء اللي كانت موجودة معنا طول هذه الفترة، اللي ما استطاع يحضر معنا ندعي له بالتوفيق كمان مقدرين ظروفي كل. أنا بحييكم كل واحد باسمه، للأسف ما فيني أذكر الأسماء كثير، ما فيني أذكر إن شاء الله أسماءكم يعني موجودة إن شاء الله محفوظة ومحفورة. إن شاء الله ما تصدرونا إلا بالخير. ماشي ماشي الكل ما راح أذكر ولا أذكر مشان ما فيكم فيكم الخير والبركة. الله يحفظكم ويفتح عليكم ويكون النجاح في هذا الفصل وفي غير هذا الفصل وفي كل حياتكم عامة. أسألكم بس يعني الدعاء، وإن شاء الله الله يجمل حالنا جميعا
وندعو بالتوفيق للمملكة وولاة أمرها وللدول العربية والإسلامية أيضا، ونسأل التوفيق للجميع. وأنتوا فيكم تزدهر الأمة، لأنه أنتوا شباب والمستقبل عليكم، وبحييكم وبحيي طموحكم وبحيي يعني مثابرتكم، انكم انتم برغم كل اللي صار واللي كل تعرضتوا له، يعني الواحد يعني كثير كلياتنا بنتعرض لظروف، انما اثرتوا ورجعتوا للمذاكره وللدراسه وهذه تحسب لكم. اشتغلوا على انفسكم، ان شاء الله التوفيق حليف الجميع. أدعوكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأمان الله.